يا الله. السلام عليكم شباب، اليوم راح نصور لكم منشآت العظمية واسعار الكلاب والقطط. اذا ما مشترك بالقناة اشترك حتى يوصلك كل جديد. معرفنا انستغرام مالتي راح اخليه بالوصف مال هذا الفيديو، حتى اي استفسار يتواصل معي يدله. خليكم مع الفيديو. وذني وين السعر الواحد 300. طبعا شباب ارجع اقول لكم انا بس صور اسعار، لا صاحب المشتري ولا هاي، ولا تقول لي سعر الدك 300,000. كم بني بزازو من على 150. هذا بولدن دوغ اسمه. انا مو قوي ترى، بس ما هنا اخاف اسمهم بي غلط، يعني تقولون بي لان مو قوي، بس ما اذا اسمهم بي غلط قولون. انا ولا تقول لي بولدن دوغ ما شنو هاي. هاي مني كم هذيك 800 دولار. شوفوها هاي 800 دولار سعرها. كم هذا سعره؟ من الأوراق. هذا سعره 250,000. هذا الكبير 300 وهذاك 150. اني بس تصور طبعا ما راح افتر اسعاره. هذا فضوة؟ هي فضوة. كم هاي؟ سعرها 150,000. هذيك النايمة سعرها 200,000. هذا التريري. كم بني صغار سعره 180,000. هذا بني السعر الواحد 150,000. حتى ذاك التريلي نفس الشيء. كم هاي البزونة سعرها 75,000. كم هاي سعرها
سعرها 150. يلا شو مسوينا؟ يلا خلينا نروح. هذا التريري سعره 200. كم ذني؟ ذني سعر الوحدة 200,000. ذني 150. هاي 150 هم. كم هاي سعرها 200. هاي سعرها 150. ذني هم سعر الوحدة 150. وهذني 200,000. هاي البزونة شكلها سعرها 200,000. هاي عيونها تكوتك، هاي سعرها 250,000. كلش حلوة. كم هاي سعرها 200,000. شباب طبعا لهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك واشتراك بالقناة، وراح انزلكم هم فيديوهات سوق الغزل، وهاي راح ارجع اصور ان شاء الله، وان شاء الله يعجبكم. اخوكم محمد قاسم صور لكم. هذا اخر شيء، اخر مشتل. هاي ورا الخاتم اخر شيء. وهذني تريري. ختام الفيديو. اي حبيبي. أليفا. هسه صديقي وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله. وفيديوهات سوق الغزل اليوم راح انزلكم عن كل الحيوانات، ان شاء الله يعجبكم.